السلام عليكم طلاب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، طلاب المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات الحاسوب، مادة التحليلات الهندسية. معكم تدريسي معهد محسن. راح ناخد مادة جديدة هي الانفيرس زد ترانسفورم باستخدام البارشال فراكشنز ميثود. راح نشرح هذا الموضوع عن طريق مثال رياضي. رقم واحد، إذا كانت عندي دالة الزد تساوي القيم التالية، هي 2 زد تربيع زائد 3 زد على زد زائد 2 في زد ناقصا 4. بداية حل هذا الموضوع، أول شيء نجي نقسم على زد. المرحلة الأولى هي التقسيم على زد فقط للبسط. فاف الزد على زد ايش راح يساوي؟ 2 زد بدون تربيع، زد تربيع على زد تصير زد، زائد 3 زد على زد راح يبقى فقط 3 تساوي جزء ال هذا الكسر الى جزئين، جزء A والجزء B. جزء الـ A هو A على Z زائد 2، أما جزء الـ B فهو الـ B على Z ناقص 4. هاي الخطوة الثانية، إذن الخطوة الأولى نقسم على Z، بعد ما نقسم نجزئها المعادلة إلى جزئين A و B. بعد هذا شو نقول؟ نقول إذن 2 زائد 3 على Z زائد 2 في زد ناقص 4 تساوي التالي. حاصل طرف طرفين في وسط A زد ناقص 4 زائد B زد زائد 2 على زد زائد 2 زد ناقص 4. راح نلاحظ من خلال هذا القيمة قيمة هذا الطرف مع هذا الطرف انه المقام نفس القيمة. إذن شغل مالتنا كلها راح يكون في البسط، فقط في البسط. هذا كلها نرمز لها المعادلة رقم A أو برمز A أو A رمز أنت تريد ترمزه عادي. المهم هاي بعدين نرجع ليها نرمز لها A. فراح يصير عندي المعادلة الأخيرة عندي هي 2 زائد 3 تساوي A زائد ناقص 4 زائد B زائد 2 فقط. الشغل مالتنا للمعادلة مالتنا هي فقط البسط. راح اجي اشوف قيم الزد ايش قد راح تكون. الزد راح تاخذ قيمتين، لاما زد تساوي 4 زد ناقص 4 طلع الاربعة خارج يساوي راح يصير بالموجب، والزد تساوي سالب 2 تساوي سالب 2 ان زد هي زائد 2 طلع 2 بعد اللي يساوي راح يطلع لنا بالسالب. إذن إذا زد كانت 4 أجي أعوضها بالمعادلة الرئيسية مالتنا 2 في 4 8 زائد 3 11، إذن هذا الطرف يساوي 11 يساوي الأي تنزل زد 4 ناقص 4 0. الصفر في أي قيمة حيصير هو صفر، راح تلغي هذا الجزء. زائد B للزد زائد 2 يعني 4 زائد 2 6، فال 6 بي تساوي 11، إذا الناتج الأخير للبي هو 11 على 6. بينما إذا كانت هي الزد تساوي سالب 2 معوضها بالمعادلة راح يطلع سالب 2 في 2 سالب 4 زائد 3 راح يطلع لنا سالب 1. زين، بعد ذلك أقول سالب 2 أعوضها بالويا الأي راح يطلع لنا سالب 6، زائد سالب 2 زائد 2 0، فهذا كلها راح تروح صفر. إذن قيمة الـ H راح يطلع من سالب ويساوي حرفي وعلي هو 1 على 6. إذن طلعت وجدت قيمة الـ A وقيمة الـ B. بعد ذلك نعوض قيم A و B بالمعادلة A، ولهذا إحنا رمزناها A. إذن بعد ما طلعت قيم A و B راح أجي أقول نعوضها بالمعادلة مالتنا، نعوضها هنا. فش نقول؟ نقول هي 1 على 6
على زد زائد 2 زائد 11 على 6 هي زد ناقصا 4. اضربهم في زد، طبعا هي اف للزد تساوي على زد تساوي 2 زد زائد 3 على زد زائد 2 زد ناقصا 4 يساوي هذا المقدار. اذا واحد على نضربها في زد حتى هذا الزد يروح، وهنا حيصير زد 1 على 6 زد على زد زائد 2 زائد 11 على 6 للزد زد ناقصا 4. اوكي اتخلص من هذا، نرجع نطلعهم برا الكسر اللي هي 1 على 6 وايضا 11 على 6، فيطلع لي بهالمعادله بهذا الشكل، هي 1 على 6 زد على زد زائد 2 زائد 11 على 6 زد على زد ناقص 4. اباوح هذا الجزء من يا قانون من القوانين العشره اللي اخذناها، وهذا الجزء ايضا من يا قوانين من القوانين العشره اللي اخذناها، اثنيناتهم هم قانون رقم 2. قانون رقم 2 شو يقول؟ اي اس ان اللي يو ان تساوي زد على زد ناقصا اي. اجي اباوح هي الاي 2 هنا والاي هنا 4، هنا 2 هي مين؟ هي 2 اس الواحد لليو الان، فقيمة الاي هي 2 الان قيمتها 1، بينما هنا اصلها هذا الاي الاثنين الاي هي 4، فاصل الاربعة هي 2 اس الاثنين لليو الاثنين. فهذا الشكل صح يصير عندي المعادلة الاخيرة الناتج مالتها 1 على 6 الاثنين ليو الاثنين زائد 11 على 6 2 اس الاثنين لليو الاثنين. وهذا هي كانت الناتج الأخير لحل هذا السؤال باستخدام الانفيرس زد ترانسفورم باستخدام نظرية بارشال فراكشن مثال. وشكرا.